مسودة الدستور الجديد حملت في بنودها تفاؤل وخيبات للأمل، تبعتها نقاشات واسعة وغير مسبوقة بين الجزائريين. 20 يوما تلقت فيها اللجنة المختصة بمتابعة الردود حول المسودة أكثر من 1000 رد، سواء من الأحزاب، الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني. واستأثرت المواد الجديدة أو المعدلة بالجدل الأكثر في الساحة الوطنية. في مقدمة هذه المواد هو أنه فصل خاص بصلاحية رئيس الجمهورية لم يأتي وفقا لما التزم به رئيس الجمهورية من القول في أكثر المناسبة بأنه سيقلص من صلاحيته. مسألة في حديث عن تمازيغ وجعل هذا من المواد الشماء في المدركة ومن يرفض. فيما يخص المواد المتعلقة بتعويض المجلس الدستوري من المحكمة الدستورية وإسناد مهمة تعيين أعضائها لرئيس الجمهورية وللسلطات وللسلطتين التشريعية والقضائية، في مسألة كذلك التاريخ بما أنه أول نوفمبر 54 لم يرد ذكره في الديباجة. ومن البنود الأخرى التي أثارت الجدل الشق المتعلق بتسيير الدولة في استحداث نائب الرئيس، بالإضافة إلى إرسال قوات للخارج بعد موافقة 1/3 أعضاء البرلمان وفق ما ورد في الفقرة 3 من المادة 95 من المشروع المقترح. في الداخل عندك نيابة الرئاسة، نيابة الرئاسة اللي هي إمكانية لرئيس الجمهورية باش يعين دونك نائب الرئيس ماهوش منتخب كما في الولايات المتحدة. هنا يطرح مشكل كبير نتاع مشروعية هذا الرئيس، هذا النائب الرئيس، لأن احنا عارفين باللي رئيس الجمهورية فهاد النيابة ما عندهاش مشروعية، حتكون البيت خمبل لوتاج نتاع لي كلان. قالك علاش رئيس الجمهورية يرأس مجلس الأعلى للقضاء؟ قبل نهاية جوان سيتم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للدستور حسب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد العقاب، لكن يبقى الدستور ثمرة توافق وليس مجرد نصوص تكتب ولا تطبق، لأن التجربة أثبتت أن الأزمة في الجزائر لم تكن يوما بسبب الدساتير، بل كانت بسبب تجاوزها للقوانين والدوس عليها.